كثير من رجال الأعمال يلي عم يشاركوكم هالرأي، ليش أنتوا بتختاروا الهدف بالتحديد؟ طبعا الإرهاب النفسي. أنا ما سمعت بهالتعبير من قبل. الحرب النفسية اللي بتصير بين طرفين بتدافع أو بتهاجم، هاي الحرب. بس الإرهاب النفسي من طرف واحد، وهدف الإرهابي أنه يسمع صوته البشع لكل الناس. لهالشي بيحاول يضرب الأهداف الأكثر أهمية. اغتيال عباس أوسطى أوغلو بهالطريقة إرهاب، وإدخالي أنا شخصيا بهالقضية هو إرهاب نفسي. لكن شو بتقلنا بخصوص صرف أوغلو يلي فقد حياته بحادث السير مبارح؟ عفوا، رجاء خلينا نحكي باللي بيفيد البلد. في كتير تطورات منيحة منقدر نحكي عنها. طيب ليش لنحاول نجرب بلادنا للظلام دائما؟ السيد محمد قرخالي كل يوم بيفيق الساعة 6:30 الصبح، وبينما يقرأ الصحف بيشرب دبل إكسبريسو دائما، وفنجانه الأول بمعلقة سكر واحدة. فهمت عليك. وبيفطر الساعة 7:30 الصبح، والغدا الساعة 12:30 الظهر، ودائما على العشاء ما بياكل إلا فواكه. حاضر بأمرك. الشغلات اللي ما بتصير إنه تساويها لما بيكون عنده ضيوف أو سيد سيف أو حتى بنته، أو حتى لما يكون عم يحكي على التليفون، بتوقفي بعيد مشان ما تسمعي أي حكي، وكمان بتكوني جاهزة لما بينادي لك بأي لحظة. عطلتك يوم واحد بالأسبوع، وين ما بدك تقضي هالعطلة قضية، راح تروحي مع الموظف اللي راح يكون معك وراح ترجعي معه، ولازم تكتبي لنا كل عناوينك قبل ما تروحي على عطلتك الأسبوعية. إن شاء الله رح كون عند حسن ظنكم فيني وما خيبكم. روح على غرفتي لما بخلص شغلي، وأنا أساساً بحب أقرأ كتير بالشاطئ بيوم عطلتي، أما باسطنبول ما عندي حدا روح لعنده. منيح تقري كتير وبتفكري شوي وما بتحكي، رح تكوني مبسوطة. أنت رح تساوي لي وحدة إلي؟ بعرف، بس بدي وحدة إلي مثل تبع ماما. تمام. لا تطلعي هيك، رح تساوي لي وحدة. ماما شو أكتر شي مشتاقة تشوفي برا؟ أنا بجنبك، ليش عم تضمي الحجاب وما عم تضميني إلي؟ هاي مهمتك. خسروف باكير أوغلو فقد حياته بحادث سير يا أنسي. بعرف أستاذ، شفت هالشي بالتلفزيون. حقيقي بالموضوع، ورح نتباحث بالنتيجة اليوم. انتو بتعتقدوا انه وفاته ما كانت حادث سير؟ خسروف اغا ما كان موكلي وبس، كان رفيق قريب مني كتير، عنده عائلة كبيرة، وخبر ما ماتوا بسبب الحادث رح نشرحهم لعائلته. معك للمساء يا انسي جينا. شباب عن مضمون العملية؟ بس عن بدايتها. والباقي؟ أهلا وسهلا سيدي. مبروك عليكم المحل الجديد. علينا كلنا. ما في داعي لكل هالفخامة يا ابني، ما أنك خايف من الحسن؟ المعلم بده هيك ونحن نفذنا. أنا حبيته كتير، إن شاء الله بيتهنى فيه. والله المعلم ذوقه حلو كتير. أساساً يا ابني كل شي عم تشوفه هلأ فاني. خال، نحن صرفنا كتير، بس الأمن هون أفضل. ابني،
نحن مو بمعركة مع اليونان لحتى نتخبى فوق ولا تحت. يلي بيشوف هالمكان رح يحسدنا ورح يقول انه لقينا كنز. اجا المعلم. حلو كتير. إن الله جميل ويحب الجمال، ما هيك معلم؟ شو رأيك خال؟ لما كانوا العثمانيين رح ينهاروا بنوا قصر دول ما بخجية، كان بياخد العقل. اتفائل ولو مرة واحدة خال. هيك أنا صاحب تجارب. يعطيكم العافية مماتي. الله يعافيك. الله يقوينا ونقدر نفرق بين الظالم والمظلوم. في ردة فعل من ضياء اللاظي؟ ولا صوت. ضياء رجال عائل. بتوقع عنده شي خطة. ما بيحط الخطط على بقايا الموتى. كيف رح نعبي فراغ خسرف آغا؟ إجا الوقت لنجرب مراد. خليل إبراهيم لسه جوا؟ ما في أمل يطلع. برأيك مراد ما بيقدر؟ برأيي ما حدا بيقدر، وخليل ما بيستحق هالمكان. اطلب لي اياه. انت يلي رح تقابله؟ نادي يا سيف. بعد اذن حضرتكم. انتي شو اسمك؟ انا اسمي نادية. يعطيك العافية نادية. شكرا الله يعافيك. اللي رح تقابله هون؟ سيف مستعد التقي مع الشخص يلي بيهرب خليل وبأي مكان بهالأرض. لوين رايح؟ طلبني محمد قرخالي. يا ابني بالله عليك لا تحمل يلي ما بتحبه، بيكون الحساب صعب. استنى لنشوف شو بده منا، بلكي جايين ليباركوا لنا. شبك يا ابني؟ هدول ما بيجي منهم اي خير. معلم شو مشان السكين؟ حاولوا تلاقوا لي اثرهم مماتي.
ولا تتركوا وراكم أي أثر. ما معنا وقت كتير، بدي تضيع الأمور بعد موتة خسرو فاغا. آخر سؤال يا خانم، أنت محامية وأنتوا عم تطلعوا على دعاوي رجال المافيا، وحتى بعض الأحيان بالجرائد والمجلات بيذكروا اسمك على أنك محامية المافيا، وإذا اطلعتي على حياتك بتلاقي أنه خطيبك استخباراتي دبلوماسي، وقريبكن المكتب الاستخباراتي، وموكلينكن من المافيا. لما تخرجنا من الجامعة كان عنا طموح مثل كل المحامين، ولما أنشأنا هاي الشركة هدفنا الأول هو أنه نظهر الحقيقة ونساعد كل المظلومين بهاي الحياة ونرجع لهم حقوقهم. بس تفرجوا شو صار، اسمي بلش يظهر بالغلط مع أشخاص ما بتربطني فيهم أي علاقة، ولا هن موكليني ولا أي شيء. وأنا هدفي اليوم يعني وين بدي لاقي حالي، وإني لاقي علي اللي تركني بنص الطريق.